اليونان. اليونان بلد رائع، أرض ضمت تناقضات شتى صنعتها الطبيعة. مع فجر الحضارة كانت جزيرة كريت ملتقى طرق وسط البحر المتوسط ومهدا للحضارة الأوروبية. الأعمدة الملونة الزاهية التي تزين قصر الملك ميتوس ما زالت تعكس الحياة الرائعة في كريت في ذلك الزمان. سانتا ماري تجربة خيالية، فبجوار البركان يكافح الناس ليعيشوا ويستمتعوا بالجمال منذ قرون بعيدة. ما زال المسرح في حالة جيدة ويعكس المجد والروعة. أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية رسمية في التاريخ، ويعاد إشعال الشعلة الأولمبية لأربع سنوات هنا في قرية أولمبيا القديمة. هنا تحت أقدام تل كيروس ظهرت أحد أهم حضارات العالم القديم، ونشأ مركز بان هيليتيك الرياضي الذي يحميه الإله زيوس. أدوات رياضية ونشاطات رياضية، مسابقات ومنتجعات عالمية، وأماكن سياحية من الدرجة الأولى. هذه صورة اليونان الحديثة. هنا يمكن أن يعيش الإنسان حياة إيقاع طبيعي، ويمكنه أن يستمتع ويستريح من الروتين اليومي، ويستمتع بالطعام الشهي والصحبة الجيدة والموسيقى الرائعة. القرى المقامة فوق الجبال بجمالها الطبيعي الخلاب وطرازها التقليدي. الرياضات والمسابقات يمكن ممارستها في الأنهار وعلى الجبال وفي كل مكان. المطبخ اليوناني، حيث الأصناف اليونانية الأصيلة مما تشتهيه الأنفس ومما تنتجه الأرض من محاصيل. دائرة كيكي لافيس المقدسة، في وسطها جزيرة ديلوس وجزيرة بولار المقدسة إله الضوء، وهي من أهم مراكز العبادة القديمة. صخرة أكروبلوس المقدسة ومعبد أثينا نموذج مبهر للروعة المعمارية. ريبيو المعبد الرائع ذو المدخل الفريد المصنوع من الرخام والمرمر. مقدونيا مسقط رأس الإسكندر الأكبر، 4000 من السنين ومن الحضارة اليونانية. الجزر اليونانية جوهرة ثمينة في المياه اليونانية، وتكمن روعتها في التناقض في طبيعة كل منها وتنوع الحياة في كل منها. السماء، البحر، الشمس، وضوءها الساطع كأنك في الجنة.